فلا يجزى إلا مثلها
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. سيد نائب مدير الجامعة، سيد عميد الكلية، سادة نواب العميد، ضيوفنا الكرام، زملاء الأساتذة الأعزاء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية لا يفوت لي أن أرحب عفواً بضيوفنا الكرام الذين جاءوا من داخل وخارج الوطن، فنقول لهم أهلاً وسهلاً بكم، ونتمنى لهم طبعاً إقامة ممتعة في ولاية الشرف. كما أود أن أوجه شكري الجزيل إلى السيد عميد الكلية وطاقمه الإداري على المجهودات المبذولة
من اجل اعداد او الاعداد لهذا الملتقى، دون ان يفوتني طبعا الشكر الجزيل لنائب مدير الجامعه لكونه حضر او ابى الى ان يحضر طبعا كممثل مدير الجامعه في هذا الملتقى. الشكر موصول ايضا الى البروفيسور او الدكتور محمد الغربي مدير المخبر طبعا الذي لا ننسى له ما قدم لهذا القسم يعني من اشياء مفيده، وطبعا نشكر البقيه بما فيهم رئيس مجلس العلم الكليه ونواب العميد. كما لا يفوتني طبعا ان اشكر اعضاء اللجنه التنظيميه على المجهودات المبذوله من اجل انجاح هذا الملتقى، واخص بالذكر الدكتور جزار مصطفى والاستاذ حمدي وجرهيه دون ان انسى الباقيه. الشكر موصول ايضا الى اعضاء اللجنه العلميه، وطبعا في مقدمتهم الدكتور ركاش الاستاذ حفاف، وطبعا والبقيه طبعا دون ذكر اسمائهم. لماذا هذا الملتقى؟ ظلت الدوله العربيه القطريه منذ ازيد من نصف قرن تشكل اساس النظام العربي، سواء في تفاعلاتها مع ذاتها او مع غيرها من الوحدات السياسيه. وفرض المعطى القطري نفسه بالالحاح على الواقع العربي بفعل عوامل داخليه مرتبطه بالطموحات الوطنيه للنخب السياسيه الحاكمه المنتخبه طبعا، ومن خلال تركيزها طبعا على اولويه النزعه القطريه على حساب التوجه الوحدي. طبعا بالاضافه الى عوامل خارجيه ذات صله بالضغوط الممارسه من طرف البيئتين الاقليميه والدوليه في اتجاه تكريس هذا الاتجاه المتمثل طبعا في الاتجاه او النزعه القطريه، مما وفر المزيد من المناعه للدوله العربيه القطريه التي حملتها طبعا العديد من الادبيات السياسيه مسؤوليه اعاقه الوحده الوطنيه. بيد ان الاحداث المشهديه التي تعرفها المنطقه منذ مطلع العقد الثاني او العشريه الثانيه من القرن الحادي والعشرين، او ما يعرف اعلاميا بثورات الربيع العربي في خطاب على التحولات الدوليه والاقليميه الراهنه وتداعياتها المحتمله على المنطقه العربيه ككل، طرحت مشكل اخر مفاده ان القضيه لم تعد تقتصر على سجال القطريه والقوميه، بل تعددت الى الدوله العربيه القطريه ذاتها التي اضحت اكثر ضعفا وهشاشه من ذكر. فبعد ان تمحور الرهان على مدى عقود من الزمن حول سبل توحيد المجزأة بمعنى تحقيق الوحده العربيه، بات الهاجس الاكبر بالنسبه للانظمه السياسيه الحاليه يكمن في كيفيه تفادي تجزئه المجزأة، بمعنى ان الرهان الحالي اصبح منصبا حول البحث في سبل وقايه مؤسسه الدوله العربيه القطريه من التفكك قبل التفكير في الخيار الوحدوي المؤجل الى حين. استنادا الى ما سبق تم طرح الاشكاليه التاليه، هل يمكن اعتبار المازق الذي تعاني منه الدوله العربيه القطريه مجرد حاله مرضيه بمعنى انها عربيه، ام انه منعرج حاسم في تاريخها؟ وهل هي اقصد الدول العربيه القطريه، وهل هي امام سايكس بيكو ثانيه؟ وما مدى قدرتها على تجاوز ازمتها او محنتها؟ وما هي مآلاتها المستقبليه؟
طبعا الإجابة على هذه الإشكالية وهذه التساؤلات مرتين تطرق إلى مجموعة من المراحل من المحاور عفوا التأصيل المفاهيمي والنظري للدولة العربية القطرية، إشكالية بناء الدولة العربية القطرية، الدولة العربية القطرية بين معضلات الداخل واختراقات الخارج، تشخيص واقع الدولة العربية القطرية من خلال دراسة الحالات، وأخيرا نظرة مستقبلية بمعنى مصير ومآل الدولة القطرية العربية. بالإشارة وحتى لا أطيل عليكم، تم تلقي أكثر من 120 مداخلة من داخل وخارج الوطن، وتم قبول 86 مداخلة. يشارك في هذا الملتقى أساتذة وباحثون وطلبة دكتوراه يمثلون أكثر من 20 جامعة، من بينها 4 جامعات من خارج الوطن. يتعلق الأمر كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف مصر، والأستاذ مشكور على ذلك، معهد الشرق الأوسط جامعة مرمرة إسطنبول تركيا، جامعة صفارية تركيا، وجامعة المنار تونس. طبعاً هناك جامعة أخرى كان من المفروض أن يحضر من العراق ولكن اعتذر في آخر لحظة. طبعاً نلفت انتباه الحاضرين إلى أنه تم هيكلة الملتقى إلى 3 ورشات. وككلمة أخيرة حتى لا أطيل على الحضور، نأمن في أن يتوج هذا الملتقى بتوصيات تكون في مستوى إشكالية الملتقى وأن تعم الفائدة طبعا على الجميع. كما لا يفوت لي أن أجدد ترحيبي بالمشاركين من داخل وخارج اليمن، متمني لهم طبعا إقامة طيبة وشكرا. الأستاذ الدكتور غربي محمد مدير المحاضرة، نشكره كذلك ونرحب بترحيب خاص يعني في جامعة الجزائر. تفضل أستاذ. والتي لن أخوض في يعني تفسيرات مختلفة حولها،
يعني اتاح الفرصه للمشاركين ان يقدموا لي باعتباري الحقيقه مدير مخبر لاصلاح السياسات العربيه، فانني ربما هذا اخر نشاط اشرف عليه من خلال المخبر، فستكون المكانه او مكانتي تحال الى صديقي الاستاذ الدكتور شيخ الزراعة بن يمينة الذي سيباشر عمله خلال الايام القادمه، فاتمنى له النجاح والاشراف الناجح على المخبر وان يضيف اليه نفسا جديدا من خلال فرق المنتميه الى المخبر. فيعني ربما ان قصرت فهذا يعني من نفسي، وان وفقت فانه من الله سبحانه وتعالى. وايضا لا يفيدني ان اشكر كليه الحقوق والعلوم السياسيه على احتضانها لمنطقه المخبر، وايضا على الدعم الذي قدمته في مختلف يعني الانشطه التي قام فيها، وخاصه تغطيه طلبه الدكتوراه، ويعني استعد الى غايه اخراجي الى بلد الامان. ويعني في الاخير ونظرا لضيق الوقت ربما لارتباطات الزملاء، فاتمنى ان تنجح فعاليات الملتقى وان يتوج بتوصيات تصب ربما في اثراء النقاش حول الاوضاع الراهنه في المنطقه العربيه. اذا اكرر شكري للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حضورنا اليوم في الحقيقة يعكس إرادة المجلس العلمي للكلية
لأنه بداية حقيقة ما يعرف بتكافؤ الفرص بين أقسام هذه الكلية والسنة الماضية كانت كليتنا على تنظيم ملتقى أشرف عليه اسم القانون الخاص وهذا ما اليوم مع قسم العلوم السياسية في باب تنظيم ملتقى دولي آخر وهكذا بالنسبة للالتقاء لكليتنا فسياسة المجلس العلمي وهو من تخصص لجميع أنسجة الكلية في مباشرة أعمال وتظاهرات علمية ومن هذا المنبر نادي جميع أنسجة الكلية في بعض أنشطة علمية سواء تعلقها بمحتويات كونية كانت وطنية أو غياب دراسية كما لاحظت من خلال معونية هذا الملتقى اتباع منظمي هذا الملتقى لتوصيات المجلس العلمي وهو تفتح المجال واسعا امام اساتذه الكليه من خلال مختلف الكيان القائمه على الاشراف على هذا الملتقى سواء اللجنه العلميه او التنظيميه وانا شاكر لهم كثيرا يعني للمجهودات الجباره التي تعمل على اطرائها او تقييمها في تحضير هذا الملتقى متمنيا لهم ان شاء الله التوفيق في فعاليته وأن تكلل في الأخير بتوصيات وشينا تجمنا بنتائج ربما خارق الطريق في العربي أو الوحدة العربية فمرة أخرى أشكر الجميع المتمنين لهم إن شاء الله تكلل قريبة من خلال طرح هذه المنتخبات بالنظر إلى العدد الكبير للمذاكرات التي تضمنها هذا البرنامج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتورنا والان بدون اطاله يحيي الكلمه الى عميدنا استاذ دكتور نوري نور المنير ولكي يعطينا افتتاح لهذا الملتقى ولفعاليه هذا الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على النبي الكريم سيدي رئيس الملتقى الدولي سيدي مدير مقر اصلاح السياسات العربيه سيدي رئيس المجلس العلمي الساده النواب العامين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في البداية أود أن أجدد شكري إلى كل من ساهم من قريب ومن بعيد في تنظيم هذا الملتقى وفي وصولنا إلى هذه المرحلة الأخيرة. فأي ملتقى دولي وكما تعلمون لابد أن تسبقه معالم متعددة بدءا من اقتراح موضوع الملتقى على مستوى الجهة المتخصصة وموافقة المجلس العلمي واعتماد المخبر كمساهم إلى وصولنا إلى مرحلة تنظيم وتحضير الاتصالات. طبعا هذا يتطلب في عادة جهد واتصالات وتفرغ من طرف السادة الأساتذة وعلى رأسهم السيد رئيس الملتقى والسيد رئيس اللجنة التنظيمية اللي نشكرهم شكرا خاصا في هذه المناسبة. كذلك أود أن أتوجه إلى زميلي وصديقي العزيز الأستاذ الدكتور ربيع محمد على هذه الوقفة التي أعتبرها وقفة رمزية توحي باستمرارية عطائه لهذه الجامعة. كما تعلمون فهو عميد في كلية الحقوق وفي معهد الحقوق بجامعة تيسوسي وتعرض له وقفة معنا بصفته مدير مخبر السابق مشكور شكرا خاصا على هذا الاهتمام وعلى هذا التدعم. كذلك شكر خاص للاستاذ الدكتور هاشم علي محمد والاستاذ الدكتور عمار ابراهيم اللي طبعا هما دائما يفتحوا المجال للاساتذه ويدعموهم على طرح مثل هذه الملتقيات وعلى بعث الاستمراريه في البحث العلمي والنشاط العلمي. كذلك اود ان اشير في نقطه ثالثه الى ان سنه 2018 شهدت على الخصوص نشاط علمي مكثف حيث أننا لاحظنا تنظيم عدة أيام دراسية إضافة إلى الندوة الدولية التي أقيمت الأسبوع الماضي طبعاً تحت إشراف أيضا قسم العلوم السياسية. وأيضا أود أن أشير إلى أن المخبر الثاني اللي هو مخبر القانون الخاص تحت إشراف الأستاذ الدكتور باهي حميد اللي طبعا معه أيضا ما فاجأ ينظم ويؤدر مبادرات علمية في الكلية لأيضا نجهر تحية خاصة بهذه المناسبة. طبعا الآن في أواخر سنة 2018 أعتقد أن هذه آخر نشاط علمي يتوجه بملتقى دولي من هذا المستوى العالي. كذلك أتوجه بالشكر خاص إلى الأساتذة اللي طبعا تحملوا نشاط السفر
وأبوا إلى أن يحكموا على الشركات في هذه المنطقة.